تحياتي مشاهدينا، اجتماعات ولقاءات تسبق ما قد يكون اللقاء الأخير. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في كييف ومن ثم إلى برلين استعدادا للقائه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. موسكو مصرة على مطالبها، ولافروف يقول إن لم تحصل موسكو على ضماناتها مكتوبة في هذا اللقاء فإنه سيكون اللقاء الأخير. في ذات الوقت تعزز من حضورها العسكري على الحدود مع أوكرانيا وتجري مناورات عسكرية غير عادية مع بيلاروسيا. الأزمة الأوكرانية مع روسيا، وللخبر بقية. مساء الخير. على وقع حراك دبلوماسي مكثف وخطوط تواصل ما زالت لم تنقطع إلى الآن بين واشنطن وموسكو، تبدو الأزمة الأوكرانية مفتوحة على خيارات عدة. في كييف عقد وزير الخارجية الأمريكي لقاءات مع المسؤولين الأوكرانيين، ومنها سيتجه إلى برلين للقاء حلفائه الأوروبيين. في غضون يومين يستعد لجلوس إلى طاولة مع وزير الخارجية الروسي في جنيف. هذه السلسلة من اللقاءات تبدو وكأنها الفرصة الأخيرة قبل انتقال الأزمة الأوكرانية إلى مربع آخر، مربع المواجهة، والذي تحذر منه واشنطن وموسكو على حد سواء. إلى هذه الحدود يصل المزيد من عتاد الحرب. وجها لوجه يحتمل أن تقع المواجهة التي ما زال يعد لها الروس هنا قريبا من أوكرانيا. على الطرف الآخر إلى كييف يصل وزير الخارجية الأمريكي، فما زالت واشنطن تحاول أن تسحب إلى الأسفل سقوف التوتر العالية بين الأوكرانيين والروس. وفي الانتظار كان الرئيس الأوكراني المصطف إلى جانب الغرب، والذي لا يأمن إلى الآن سلوك موسكو على الحدود. على هذه الطاولة عقد لقاء للتنسيق قبل آخر منتظر في جنيف في غضون يومين، قد تسمع فيه هذه المرة عبارات التحذير وقد يكون الأخير بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي، وقبل لقاءات أخرى مع الحلفاء في برلين للحسم في جدوى التفاوض مع الروس. التحذير والحسم، تبدو تلك النبرة هي اللازمة التي تتردد في هذه اللحظة من عمر الأزمة. وفرنا مساعدات دفاعية لأوكرانيا بما فيها معدات وصلت في الأسابيع الماضية، وإذا قامت روسيا بأي عمل عدواني تجاه أوكرانيا فسنمدها بمعدات إضافية بما يتجاوز المتفق عليه. هكذا يقول الأمريكيون بأكثر من طريقة، إذن إنهم لم يتفقوا إلى الآن مع الروس على أي حل. زاوية التفاوض الضيقة تلك هي ما يقول حلف الناتو أيضا إن الروس خلال اللقاءات السابقة معهم قد حشروهم فيها. لا تريد موسكو أن تقدم الضمانات في التصريحات، بل أن تخط على ورقة الالتزام على حدود أوكرانيا أن تبقى إذن خارج أي تماثل محتمل مع حلف الناتو. ذاك ما يردده الروس الآن وبإصرار، وما تبدو واشنطن غير قادرة على التعهد به، لكنها راغبة في أن لا تنقطع خطوط الدبلوماسية. الأزمة ليست مثار قلق الأوكرانيين وحدهم، بل مجالا جغرافيا شاسعا في الجوار، إنهم الأوروبيون. يخشى الاتحاد من حرب تخاض على تخومه. الحل يقول الرئيس الفرنسي لشركائه خطة دفاعية أوروبية وقنوات تفاوض صريحة مع الروس. نحتاج خلال الأسابيع المقبلة لبناء استراتيجية دفاعية أوروبية نتوافق عليها ثم نقدمها لشركائنا في حلف الناتو، وبعد ذلك نعرضها للتفاوض مع روسيا. هكذا يبدو أن الأوروبيين كما الأمريكيين يبحثون عن صيغة تحول دون المواجهة، لكنها قد لا تمنعها. التحليل والنقاش من موسكو، ينضم إلينا يفجيني سيدروف الكاتب السياسي، من واشنطن ويليام لورنس مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، ومن كييف دكتور خليل عزيمة الأكاديمي والباحث السياسي. تحياتي لكم جميعا. ويليام لورنس، أبدأ معك. بلينكين استبق لقاءه مع وزير الخارجية الروسي لافروف وقال إن واشنطن لن تقدم جوابات كتابية كما طلب في اللقاء المرتقب. الآن بعد أن أجرى اجتماعاته في كييف ومن ثم برلين، ما هي خارطة الطريق التفاوضية لبلينكين قبل لقائه وأثناء لقائه لافروف؟
حسنا، الولايات المتحدة تعطي بوتين خيارات واضحة، إما الحوار والدبلوماسية وإما النزاع والصراع والعقوبات، وسوف تكون عقوبات قاسية. فالولايات المتحدة كانت نشطة للغاية في خلال الأسابيع والشهور الماضية استعدادا لهذه اللحظة، حتى أن وزيرة الخارجية الألمانية قال بأن الغرب مستعد، وأنهم لقد خسروا أمام بوتين في مناسبات سابقة في عام 2008 عندما تمكن بوتين من الاستيلاء على بعض الأراضي، ولكن هم يحاولون استخدام تكتيكات معينة حتى يقنعوا بوتين أن الثمن سوف يكون باهظا للغاية. ونعم المسار السياسي صعب، ولكن أعتقد أننا لدينا فرصة في إقناع بوتين من العدول عن غزو أوكرانيا للمرة الثانية. دكتور خليل، الشق الأوروبي يعني وهو قد يكون مقبل على نزاع وصراع والرد بالعقوبات على روسيا لكي لا تتكرر الخسارة أمام بوتين سواء في عام 2008 أو 2014 عندما يعني حصلت الأزمة مع أوكرانيا وأخذت شبه جزيرة القرم، ما الذي يمكن أن يعطيه الأوروبيين لبلينكين في لقاء برلين قبل جلسته مع الروس؟ الحقيقة أن أوروبا معنية تماما في الوضع الأوكراني، ومعنية أكثر في ألا تقوم هناك أي حرب. نعلم جميعا أن في حال نشوف أي حرب سيتدفق إلى أوروبا بين 4 إلى 5 ملايين أوكراني إلى أوروبا، وهذا يشكل أزمة كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأيضا اقتنع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية أن الخطر الذي تواجهه أوكرانيا هو ليس لن يكون أو لن يقف على حدود أوكرانيا، لذلك بدأت هناك التحركات الدبلوماسية الداخلية في أوروبا من أجل وضع خطة استراتيجية للمواجهة، طبعا ليست مواجهة العسكرية مع روسيا وإنما المواجهة الدبلوماسية للتوصل إلى حل وسطي يقوم بين الطرفين، بحيث تضمن أوروبا عدم قيام روسيا بالتوسع أو زيادة نفوذها على أجزاء من أوروبا، وهذا الذي اتضح تماما أن هناك رغبة روسية بتقاسم النفوذ أو إعادة تقسيم النفوذ في أوروبا. أعتقد أن أوروبا ستوافق أو ستبذل جهود مشتركة مع الولايات المتحدة لإيجاد حل دبلوماسي يمكن أن يكون تقديم بعض التنازلات من أوروبا مقابل تنازلات أخرى من روسيا. سيد يفجيني، هل موسكو معنية بحل وسطي؟ يعني لافروف يقول إنه إذا لم تحصل موسكو على ضماناتها مكتوبة فإن اللقاء بينه وبين نظيره الأمريكي أو اللقاء الروسي الأمريكي سيكون الأخير، فهل موسكو معنية فعلا بالتوصل إلى حل وسطي؟ نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين وضيفيك الكريمين. أنا أعتقد بأن كل طرف ليس فقط موسكو وحدها معنية بالتوصل إلى حل وسط، عفوا، ولكن هذا الحل يجب طيب اشرب قليلا من الماء سيد يفجيني سيدروف. ويليام لورنس، دعني استعرض معك يعني الحلول الوسطية من التصريحات. بلينكين يقول ان موسكو تستعرض عضلاتها وقد قامت بفعلتها سابقا في جورجيا واوكرانيا. ايضا جين ساكي تقول بان في اي لحظة من الان ممكن روسيا أن تجتاح أوكرانيا. فالتقارير الاستخباراتية الأمريكية، التصريحات الأمريكية لا تستبشر خيرا. Yeah, there's a
نعم بالطبع هناك إمكانية لحدوث هجوم في أي وقت، فقد تمكن روسيا من إرسال قوات إلى بيلاروس أو أن ترسل بعض القوات إلى أوكرانيا أو بعض المعدات النووية. نعم بالطبع الأمر في منتهى الخطورة، وهناك بالطبع حلول وسطى يمكن الوصول إليها، فأوكرانيا لا يمكن أن تترك جانبا الانضمام إلى الحلف الناتو في الوقت الحالي، كما أنه يمكن أن يتم إبرام اتفاق في خلال 20 عاما القادمين على سبيل المثال، فيتم تأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. نعم هناك العديد من المفاوضات، ولكن لا يمكن أن تجري المفاوضات مع شخص وأنت تهدده بالسلاح. سيد سيدروف، هل أنت جاهز للانضمام للنقاش؟ نعم. يبدو أنه برد موسكو القارس فعل فعله. سيد يفغيني، سأتابع معك تأجيل انضمام أوكرانيا أو حلول من هنا وهناك، ولكن هذا لن يلبي مطالب موسكو التي تبدو مصرة عليها. فهل موسكو بعد كل يعني الشجرة التي صعدت عليها إن صح التعبير مستعدة للنزول قليلا؟ أعتقد بأن موسكو مستعد لحل وسط، وهو يهم ربما جميع الأطراف. مثل هذا الحل برأيي يمكن أن يتلخص مثلا فيما إذا عرض طبعا الغرب موافقته، أو يعني بين أن الغرب موافق على صيغة توافقية تكمن برأيي في تأجيل أو فرض الحظر على انضمام أوكرانيا إلى الناتو لمدة مثلا 15-20 سنة، للاستفادة من هذه الفترة ربما لكي يغير حلف الناتو وروسيا موقفيهما إزاء هذا الموضوع. يعني فهم من المطالب الروسية أن الأمر لا يتعلق فقط بأوكرانيا، وأن كانت أوكرانيا يعني نقطة حساسة جدا بالنسبة للروس. المطالب الروسية كانت كأن موسكو تريد حق النقد، حق الفيتو على انضمام أي دولة لحلف شمال الأطلسي، وهو ما وصف أمريكيا بأنه مطلب تعجيزي أساسا. فالأمر ينحصر بأوكرانيا. لا أعتقد بأن روسيا كانت تقصد كل دول بلا استثناء، إنما دول التي ترى موسكو أن انضمامها إلى الناتو سيشكل خطرا على أمن روسيا. الخطأ الرئيسي الذي ترتكبه الدول الغربية في تعاملها مع هذه الأزمة حول أوكرانيا وعلاقاتها مع موسكو هي أنها تتناسى ربما بشكل متعمد بأن الأمن كان يجب أن يكون للجميع وليس فقط للدول المنضمة إلى حلف الناتو أو الدول الغربية. مثل هذه النظرة الوحيدة الجانب طبعا لا تروق لموسكو وعدد من البلدان الأخرى. لماذا يعني دول الغربية الناتو الولايات المتحدة تمنح لنفسها الحق في يعني الإملاء على الدول الأخرى مثل روسيا مثلا تصورها لمفهوم الأمن؟ سجل في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي كانت قد تم التوقيع عليها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي بأن مبدأ التكافؤ في الأمن يجب أن ينطبق ويجد انعكاسا له في كل التعاملات والعلاقات الدولية، ليس فقط بين دول المنضمة إلى حلف الناتو وإنما بينها وبين دول للجميع. وإن كانت هذه نقطة جدلية سيد يفغيني، لأنه منذ بدأت الأزمة الأوكرانية الروسية ويعني لا أحد يعرف تماما ما الذي أثار هذه الأزمة، وصولا إلى الاتهامات لموسكو بأنها تختلق هذه الأزمة لتحقق بعض المطالب. سأعود لنقاش هذه النقطة معك دكتور خليل. يعني هل المشكلة تنحصر بين أوكرانيا وروسيا إذا حلت هذه الجزئية؟ سيعني
يكون هناك مجال للتفاوض والتحدث بهدوء، لأنه أيضا بيلاروسيا الآن تدخل على الخط وهي حليفة لموسكو. مناورات عسكرية وصفت بريطانيا بأنها غير عادية، أيضا حديث في بيلاروسيا عن تعديلات دستورية قد يسمح بنشر قواعد نووية روسية هناك، وهو أيضا ما يثير القلق الغربي. ونعود لنقطة أن ما يحصل في أوكرانيا أوروبيا قد لا يبقى في أوكرانيا. دعنا نقول بداية أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لها شقين، الشق الأول هو روسي أوكراني، والشق الثاني هو روسي أوروبي. فيما يخص أوكرانيا، روسيا تريد أن تكون أوكرانيا فيها نظام حكم وحكومة مشابهة تماما للوضع في بيلاروسيا، وتكون هذه الحكومة وهذه القيادة الأوكرانية هي موالية لروسيا بشكل دائم. هذا من جهة الخلاف الروسي الأوكراني. مع العلم نوضح أمر هام جدا، أن صدر ذلك أيضا على لسان المسؤولين الكبار الروس، وهو أنه لا يوجد شيء اسمه أوكرانيا، يعني الأزمة بين روسيا وأوكرانيا هي عدم اعتراف روسيا بوجود الأمة الأوكرانية وبوجود القومية الأوكرانية والدولة الأوكرانية. هذا من شق. الشق الآخر الأوروبي الروسي، بعد قيام روسيا في ملفات إقليمية أخرى ودولية أخرى باتخاذ مواقف وحاديث الجانب، وطبعا وعادت روسيا من جديد كقطب دولي هام ينافس الولايات المتحدة بعد أن، وبالتالي أصبحت روسيا بلا القوة أن تحاور الغرب، وخاصة طبعا ممكن أن نعود ذلك إلى موضوع الاقتصاد وموضوع الغاز. وبالتالي روسيا تحاول الآن، تشعر بالقوة وتحاول أن تفرض شروطها على أوروبا، وعلى من ناحية عقد اتفاقية جديدة للأمن الأوروبي، ومن ناحية الغاز وتشغيل ستريم 2 بشكل أسرع. إذن هذه المشكلة هي تنحصر ما بين الشق الأوكراني والشق الروسي الأوروبي. طبعا وهذا تضغط على الاتحاد الأوروبي بأشكال مختلفة. رأينا قبل فترة مشكلة اللاجئين وتدفقهم على الحدود البيلاروسية، والآن عملية مناورات و تسعى بالنهايه روسيا. تقريبا كل ما حصل في اوروبا الشرقيه يجد طريق او اخر لربطه مع الازمه الاساسيه، ازمه روسيا مع اوروبا وايضا مع الولايات المتحده. ويليام لورنس، يعني روسيا هي من القوه ان يعني تجلس وتفاوض وتحدد مطالب للولايات المتحده، وربطا مع ما ذكره سيد يفجيني سيدروف بان المطلب الروسي هو الامن للجميع، وهذا مغفل امريكيا واوروبيا من ناحيه ما يجري في اوروبا. دعني استعرض واياك يعني ايضا بعض التفسيرات الروسيه لما يجري، بانه هذه محاوله امريكيه لخلق هذه الازمه، جر روسيا مره اخرى الى حرب فاستنزافها فاضعافها. ولا يخفى على أحد بأن إدارة أوباما أرادت أن تنسحب من الشرق الأوسط وتركز على الصين أولا فروسيا ربما ثانيا. هل هذا ممكن؟ أولا فكرة الفكرة من أصلها في الحقيقة القوات بقيت كما هي، فالأعداد ما زالت كما هي في الشرق الأوسط في الحقيقة. فهذه الفكرة ليست بمنطقية، ولكن ما تقوم به أمريكا. عندما نسأل الروس في أي وقت من الأوقات ما الذي تفعله أمريكا الآن، هم دائما يقولون لا يذكرون أي شيء عما يحدث الآن، وإنما يذكرون عما حدث في العقود والسنوات القادمة.
نعم، لابد من الجلوس على طاولة المفاوضات ومناقشة مسألة الأمن، ولكن بدون حمل السلاح وتهديد أوكرانيا. نعم، حتى هذه الأزمة التي ذكرت من قبل بشأن اللاجئين، نعم هم يحاولون فرض شروط معينة، هم لا يحاولوا الدخول في مفاوضات عادية، وإنما يضعون ضغطا أولا بطريقة ما حتى يفرضوا شروطهم، وهذا أمر غير ضروري. كما أن أوروبا لا تحتاج للانضمام إلى هذه الحرب، وإنما فقط الحرب ما بين أوكرانيا وبين روسيا أو الدول المحيطة بأوكرانيا التي يمكن أن تحارب مع أوكرانيا قد يمثل حربا خطيرة للغاية، ولكن لا، هذا هو الأمر الذي ترغب فيه أوروبا الحرة. طيب سيد يفجيني، دعني أستعرض معك الرواية المعاكسة لما سألته للسيد لورنس، بأنه موسكو تفتعل كل هذه الأزمة وهي تختلق الذرائع لتدخل في حرب، تريد إنعاش يعني نفوذها بالقوة وبالضغط العسكري، وربما يعني تريد المزيد من الأشجار في حدائق خلفية كانت خسرتها من قبل. نعم، الفكرة واضحة وسؤال مهم جدا. لو أرادت موسكو القيام بذلك كله لفعل ذلك منذ زمن بعيد، ولكن دعونا نتوجه إلى التاريخ قليلا قبل الأزمة الأوكرانية بسنوات عديدة. أي زمن بعيد يعني لم يكن هناك ظرف مناسب لروسيا لتقوم بهذا الكلام منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. نعم هذا صحيح، ولكن موجات توسع الناتو بدأت في التسعينيات رغم الوعود الأمريكية الشفوية طبعا وليس الخطية، وهذا ما يفسر سبب مطالبة روسيا الدول الغربية بالرد كتابيا، لأن الوعود الشفوية لم تكن لها أي قيمة برأي موسكو، وبالتالي لابد أن تسجل الاتفاقات الجديدة إن تم التوصل إليها طبعا على الورق وعلى شكل وثائق رسمية موثقة وإلى آخره، ولكن حتى هذا الأمر لا يزيل أو لن يزيل التوتر السائد بين روسيا والولايات المتحدة وبقية يعني الدول الغربية. أخذنا بعين الاعتبار ما قاله بلينكين قبل ساعات، لن تكون هناك كتابات جوابية أو ضمانات مكتوبة لروسيا، فبالتالي إن صدق لافروف وكان هذا اللقاء الأخير، ما الذي سيتبع؟ ما الخطوة التالية برأيك؟ التصريحات التي يدلي بها الطرفان موجهة إلى داخل بلديهما وليس إلى، وهي لا تتعلق بحقيقة الأمر. بلينكين أعتقد بأن هناك خطأ في تفسير هذا الكلام وهذا التصريح الذي قدمه بلينكين، لأنه بلينكين قال إنه لن يقدم ردا أثناء لقائه بلافروف في جنيف، ولكن الأسبوع لن تنتهي يوم الجمعة وهناك عدة أيام لكي ترد الولايات المتحدة ودول الناتو على المقترحات الروسية، وبلينكين لمح إلى ذلك. فهذا يدل عندما يعني يذكرون بعض المقتطفات من خطاب أو من تصريح بلينكين بأن الدول الغربية تعمل أو تقوم بذلك بشكل متعمد واختياري، يعني بتاخذوا مقطوع من تصريح بلينكين والذي تروك لهم وتتناسى ان هناك كلاما اخر. قد يكون سيد، وبالتالي لا اعتقد بانه يجب التركيز على هذا الجانب. هي ايام قليله ويلتقي الرجلان في جنيف، ويعني ربما توضح الصوره اكثر. دكتور خليل، يعني هناك فرصة ربما للتوصل إلى حل وسطي ينزع فتيل التوتر القائم حاليا، ولكن إن أخذنا الأمور بسقف توترها الراهن، كيف ترى تموضع الغرب والولايات المتحدة سواء من الناحية السياسية والعسكرية ربما الأهم، وتموضع روسيا؟ هناك من يرى بأن روسيا جاهزة، 100,000 جندي على الحدود، مناورات مع بيلاروسيا، استنفار، وسياسيا مطالبها لم تتغير. من تموضع أفضل من الآخر؟ من هو في المقاعد الخلفية؟ طبعا روسيا قواتها محدودة على الحدود الأوكرانية، ولكن هذه القوات ما يقارب 100,000 جندي، هذه قوات ليست كافية لاجتياح كامل لأوكرانيا، وبالتالي هي لعملية ضغط وورقة ضغط في المفاوضات.
أوكرانيا تعي تماما أن الغرب والولايات المتحدة لن يقدم أي دعم عسكري بمعنى جنود ومعدات تعمل أو قوات تدخل إلى المعركة، فقط تعي أوكرانيا أن الدعم سيكون دعم في مساعدات عسكرية، مساعدات أو مساعدات استخباراتية. ولكن نقرر أنه أنا أستبعد تماما حصول أي اجتياح أو أي اجتياح واسع النطاق روسي إلى أوكرانيا، لأن لا مصلحة لأحد في الحرب، لا لروسيا ولا لأوكرانيا ولا لأوروبا. وبالتالي لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب، لكن القوات هي قريبة وجاهزة، فقط يمكن أن تكون هناك جيد. للتدخل في إذا الدونباس استبعاد و حصول الحرب، ولكي يعني نكون مررنا على كل الاحتمالات في دقيقة. سيد ويليام لورنس، الولايات المتحدة تقول الآن إن الوضع متوتر جدا، كل الخيارات على الطاولة، ولكن في وقت سابق قال جو بايدن الرئيس الأمريكي بأن الخيار العسكري ليس على الطاولة. في حال حصلت أسوأ السيناريوهات وحصل هناك تحرك عسكري روسي، هل واشنطن ستبقى متمسكة بهذا الأمر؟ نعم، أعتقد أن احتمالية حشد أي قوات أمريكية في أوكرانيا هو أمر ضعيف أو احتمال ضعيف للغاية، ولكن لا أعتقد أن هذا الخيار سوف هو مستحيل. بالطبع الولايات المتحدة قد أعطت العديد من الدعم السبراني والدعم الدفاعي وغيرها من المساعدات. الولايات المتحدة تساعد في مجالات مختلفة، ولكن لا أعتقد أن السؤال الأساسي هنا هل ستتواجد القوات الأمريكية في الأرض أم لا، لأن في الحقيقة الولايات المتحدة سوف تتأثر بشكل كبير جدا إذا تم غزو أوكرانيا. نعم، قد يحدث بالفعل اجتياح لأوكرانيا، ولكن أعتقد أن هذا سوف يوجه أعمال تمرد كبيرة جدا في داخل أوكرانيا نفسها. شكرا جزيلا لك ويليام لورنس، مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية. من موسكو يفغيني سيدروف الكاتب السياسي، ومن كييف دكتور خليل عزيمة الأكاديمي والباحث السياسي. ولكل من تابعنا مشاهدينا، الشكر الجزيل لكم.